واحد الشخص نشر على الفيسبوك فيديو كيقول فيه أن مصطفى الخلفي الوزير السابق القيادي في حزب العدالة والتنمية تم تعيينه في منصب مستشار رئيس الحكومة وأنه كيتخلص 70,000 درهم كمقابل هذه الوظيفة. الخبر الصحيح أن هذا السيد جاب الربحة، وهذا الشيء اللي قال مجرد افتراءات وما كاين حتى شي حاجة من هذا الشيء صحيحة. ومصطفى الخلفي دار بيان تكذيبي وأكد أنه رفع دعوى قضائية على هذا الشخص. واحد الفيديو كيروج هاد الايام في مواقع التواصل الاجتماعي فيه تسجيل صوتي لمجموعه من نزلاء السجن المحلي بورزازات كيتشكاو من الوضعيه الصحيه وكيقولوا فيه باللي كلهم تقاصوا بكورونا. الخبر الصحيح ان المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج نفات هاد الشيء ودارت بلاغ قالت فيه ان السجناء اللي تقاصوا بكورونا كيخضعوا للبروتوكول العلاجي المعتمد من طرف الجهات الصحيه المختصه.